عامل أساسي في بناء الدولة وعماد المجتمع المصري منذ بدء الخليقة. إنه الفلاح المصري الذي يوافق اليوم 9 من سبتمبر لاحتفال به كل عام. وهو العيد الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 عقب قيام ثورة 23 يوليو. كما يتواكب عيد الفلاح أيضا مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في 9 من سبتمبر عام 1881.